احنا كمان عمرنا ما ننسى كابتن محمود الجاري. انا يعني شخصيا اعظم مدير فني دربني في حياتي. يمكن انا حصلت على في الفرنس فوتبول على نمرة 15 على افضل لعيبة في افريقيا، وحصلت على احسن لاعب في مصر لما كان كابتن جاري هو المدرب بتاعي. يعني كابتن جاري كان مدربي في السنة اللي دربني فيها، حصلت على احسن لاعب في مصر، وحصلت على نيميغو كانز زي ما بيقولوا في الفرنس فوتبول رقم 15 على احسن لعيبه في القاره الافريقيه، وكان منهم 13 لاعب بيلعبوا بره مصر، كنت انا بره افريقيا، كنت انا اللي داخل افريقيا انا والحمروني من تونس. ف يعني عشان كده دايما ذكرى كابتن جوهري هتفضل في بالي، هو ده المدرب اللي وصلني لاعلى مستوى في كره القدم، هو ده اللي خلاني احسن لعيب في مصر، هو ده اللي خلاني من احسن لعيبه افريقيا. كابتن محمود الجوهري ذكرى بكرة، ولكن يبقى جوهري جوهري دايما كانت بتتقال. يمكن هو المدير الفني الوحيد، يمكن كابتن حسن شحاته جه بعديه شوية، لكن المدير الفني الوحيد اللي كان الناس بتنزل تقول جوهري جوهري. تعالوا نروح لتقرير عن رحيله وجزء من حلقة سابقة كان معايا هنا في دريم من سنوات فاتت، ونحاول نجيب كابتن فكري صالح معانا على التليفون. يلا بينا. الخريطة الكروية المصرية في جمهورية مصر كلها يجب أن تشملها جراح فنان عشان يبتدي يعدل هذه الخريطة لتتناسب مع الإنتاج العالمي اللي موجود. لازم يعرف اللاعب إن هو هذا الاحتراف هو اسمه احتراف مهني وبيمتهن مهنة كرة القدم. واللي بينتهي مهنة لازم يزيد من ساعات تدريب ويزيد من المحافظة على الصحة العامة ويعيش حياة الرياضي بمعنى الكلمة، وما تكونش المادة هي المعادلة الأولى في حياته. لما بنشغل بمهمة بحطها هنا رقم واحد في حياتي، وما بروحش أي نادي كمان يعني اساسا، يعني ما بروحش مثلا نادي اجتماعي، يعني من الانديه الاجتماعيه اقعد فيها، مش من الهواه دي. يعني الكره المصريه الحقيقه شبعت من انصاف الحلول وشبعت من الحلول الناقصه، دائما الا خمسه، يعني كل حاجه بتتحل الا خمسه.